الله يعطيكم العافية شباب، معاكم سامر البكشي. طبعا المطعم هذا يعني شوفوا، أنا صورت لكم قبل شوي شون الأكل لذيذ وحلو، صراحة جدا عجبني. وأنا ما بصور هالفيديو وهذا التصوير، والله ما حد دفع لي ولا شيء، بس لأن أنا المطعم عجبني أكله صراحة. هذا واحد شارلي عليه من الشباب، وجربت أكلهم وكان لذيذ جدا. من حالاته خليت نص الأكل سفري عشان ولدي يذوقه، وبطلع الحين حس على طول عشان يأكله. الرجل اللطيف هذا من كشمير، الرجال هو اللي دلني على الأطباق صراحة، حاجة هائلة، ما قصرت حبيبي. وهذا معكم الأستاذ، اسمه الكريم علي الزاير. علي الزاير والنعم حبيبي، صراحة الأكل جدا حلو. ومعك معلش خلنا بس أوسع الزاوية، الأكل جدا حلو وروعة. How are you sir? The food is awesome. Everything is perfect. Really, I'm telling the truth. أطباق الدجاج حلوة، اللحم حلو، الشوربة ممتازة، الأجواء حلوة صراحة، وغير كذا الأكل واللحم كله طبعا حلال 100%، ما في شك. الحمد لله طازج يوميا. في شغلة، إحنا وين الحين موقعنا؟ المكان هذا إيش اسم المطعم؟ معلش. مطعم لفوندو. لفوندو. أيوة. هذا المطعم في سيهات، طبعا عندهم حلا جميل ومرتب، بس طبعا أنا لأني مليان الحين ولا كان خد، ولا مبين ما شاء الله جميل صراحة. القعدات طبعا في قعدات هنا موجودة، وفي هنا قعدات. طبعا غير القعدات اللي برا، برجع لكم بس لما نخم. هذه القعدات زي ما انتم شايفين. طبعا احنا جايين كله على اخر الوقت. طبعا المطعم في سيهات. هذا المكان، الجلسة اللي برا ما شاء الله جميلة. وهذا الواجهة. طبعا في جلسة فوق بعد اوريكم اياها، معلش. المطعم جميل صراحة، فقلت لازم اغطي على اساس اللي يجي سيهات لازم يذوق هالأكل. ومن حالات أكلهم قلنا لهم صراحة لازم تفتحون لنا فرع في الحسا، لأن احنا ينقصنا مطاعم تهتم بالأكل الحلال. وهذا اللي يميز سيهات، هذا اللوجو حقهم، وهذا الجلسة زي ما انتم شايفين، موسيقى رايقة وحركات. شوفوا الجلسة ايش حلوها، وجلسة هناك حاجة على الرايق، يعني مكان روعة، أكل حلال، معاملة طيبة، الستاف كله قمة في الأخلاق صراحة. فزي ما أنتم شايفين استقبال ممتاز وأكل حلو. أنا طبعا بديت في الأكل أول بعدين صورت، لأن ما أدري عنه أصلا المطعم. فالله يعطيكم العافية، ما قصرتي صراحة، استقبال حلو وأكل حلو، ونتمنى فرع في الحسا صراحة على الأكل الطيب. الله يعطيك. ممكن بس صورة للمنيو عشان يطلع في الفيديو، ممكن المنيو بس، أبي واحد يفتح لي المنيو على شاشة عشان أوريهم الأطباق على آيباد ولا شيء، يا ريت. إيه. ثواني بس أوريكم ال. إيه لازم عشان نوري للناس. راح اشيرك ايطالي ولا ايه؟ ما ابيك ابيك خذ راحتك في الحكي، عندك ثلاث دقائق ان شاء الله، لان الفيديوهات الطويله ترى تملل. يعني الناس علموني الشباب، الفيديو اذا يزيد عن 15 دقيقه الناس خلاص. اكيد بس ان شاء الله راح يستمتع المشاهدين. لا 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 ما عليك، لا اطباق، انا صراحه طبقين وابي اطلع الحين حسي اذوق ولدي حبيبي. شيء عجيب. شوف يلا حطه على الستاند، ثبت لي ثواني. طبعا عندكم يا شباب زي ما انتم شايفين في انعكاس شوي، خلينا نشوي نبعد اي حلو. اوكي خل احد يشرح، بس شرح احد يشرح لي بس الاطباق. هذا الحين موجه انا، اشرح لي الاطباق باختصار مدة. أيوة. عندك ثلاث دقائق، خذ راحتك. ايوه عندك. اول شيء نبدا بالسلطات. حلو. طبعا السلطات الصلصات حقها كلها نسويها محليا، طبعا عندنا ننتجها الصلصات كامله. طبعا عندك خلنا نمر عليهم بس على السريع. هذا السلطات عندكم، ارجولا، الكينوا، بيري بيري. طبعا الافضل نبي عندنا البيري بيري سالد. طبعا كل صورتها بس كل مكوناتها طبيعيه، حتى الصوص فواكه طبيعيه نطحنها وتجينا يوميا فرش يعني. حلو ممتاز، نرجع باك. ايوه نرجع باك، معلش بكون معك. هذه المقبلات، عطنا المميز عندكم في المقبلات، المميز يعني اللي يختلف عن المطاعم الثانيه. دايناميت شريم. دايناميت شريم. انا ما راح اتكلم عن الطبخ صحيح فعلا متواجد في اغلب المطاعم، بس مو الكل يجيده ومو الكل يتميز فيه. اكيد ان شاء الله يعني جربه ان شاء الله المره الجايه. من عمل منكم عملا فليتقنه ما شاء الله. الحمد لله. انا شفت الشيء جميل. انا طباخ ستيك ترى، واهتم بها بشكل ما شاء الله. ما شاء الله. ايه. الله يخليك.
في عندنا طبعا سموسه من الاطباق الجديده الهنديه المعتاده تراديشنال يعني. حلو وريني شيء ثاني. عندنا الفولكانو فرايز مثل ليس فيه بعد. يلا اضغط على الصوره خلي عشان يطلع. هذا الفولكانو فرايز طبعا خلطه خاصه بعد مني انا. حلو يتكون من ثلاث انواع صوص خاصه وندخل فيه يعني خلينا نقول المقبلات العاديه بالمقبلات اليابانيه ففي نكهه شويه ياباني صاير في الفرايز. حلو ممتاز. مو نفس المعتاد اللي تشوفه في كل مكان جبن بس و لا لا لازم واحد يبدع الله يرحم والديك. وريني اللي بعده. طبعا عندك الشوربات عندنا شوربه اليوم يوميا يكون عندنا شوربه اليوم على مزاج الشيف ايش الشوربه اليوم بالضبط في عندنا غالبا البامكن او المشروم او التشيكن شوربه عدس موجوده دائما خلينا نجي لاختصاصك الحين يلا الحين نجي للاطباق الايطاليه نبي شيء مميز ما حد شافه من قبل يعني ما تميزوه فيه ايوه هذا يا شباب الطبق اللي انا جربته هذا اللي انا اكلته اسمه شنو معلش بولو كونفانجي اسمه اي والله شوفوا يا شباب الماش بوتيتو من حالاته طلبت زياده قلت لهم بدفع لكم فلوس حبيبي شيء عجيب مع الشدر صراحه رهيب حبيبي اي نفتح نرجع لا ابي طبق اللحم هذا اللي ابهرني في البدايه اطلع اللحم هذا طبعا لا اللي كلته انا كان اسمه شو اسمه بيف سيزنينج وريني طبعا في عندنا نوعين ستيك بس لكن للاسف خلصت بس راح نراويك فيديو بعد لا مو مشكله ولا راويك صوره لها يلا خلص وين الاطباق اليابانيه ايوه الطبق الياباني انا جربت يا شباب التوب عندهم اللي هو اسمه لحم سيزلينج صراحه روعه صورت لكم اياه في البدايه صراحه لذيذ الخضار يعني خيار كيتو ممتاز ترى اللي يبي الكيتو ترى عندهم خيارات جدا ممتازه هذا السيزلينج روعه من حالاته قلت لهم طلعوا سفري بودي الحسا ياكله ولدي جرب صراحه حتى انا اطلبه بعد يعني لا يعني, يعني من الاطباق اللي تعجبني ساكن اقول لك انا لو ساكن هنا واسوي لي الخدامه بتسافر كان اجي اخذ اطباقي اول باول اجل شوف الصدمه الجايه شوف المطبخ الهندي يلا طبعا عندنا باربيكيو نوعين عندنا باربيكيو بالتندوري بالخلطه الهنديه وعندنا باربيكيو ريش افتح وريني صوره طيب هذا الريش محلي 100% وفرش ممتاز الله يقويكم انزين وريني طبق ثاني مميز عشان نبي نمشي على الاطباق قاعدين ناخذ مقتطفات احنا على اساس عندك طبعا البتر تشيكن طبعا البتر تشيكن المعتاده بس لكن يعني انتم يعني مطابخ عالميه متنوعه يعني أيوة. من كل بحر قطره ايوه عندنا ثلاثه طباخين كل واحد متخصص في شغله عندنا المتخصص في الايطالي حلو. متخصص في الياباني حلو. متخصص في الهندي انا ما شي. انا ما جبت لك طباخ يطبخ كل شيء أيوة لا كل واحد متخصصه ترى هذا على فكره ما يسويها الا المطاعم العالميه العاليه اللي خلاص يعني ايه هذه لا شفت هالكلمه هذه اللي قلتها قبل شوي هذه لحالة تميز بالنسبة لك حلو بالضبط فالحمد لله يعني على كل حال خلنا نطب في الياباني الياباني مرينا عليه قبل شوي بس احنا لسه ما دخلنا في السوشي بعد يلا روح على السوشي عندك طبعا الباستا طبعا عندنا البحريات السالمون والجمبري عندنا النودلز عندنا الساشيم اللي هو الرو سوشي حلو ممتاز طبعا وفي عندنا طبعا راح اراويك الافضل مبيعا عندنا حلو عندنا هذا الطيب البلو كاليفورنيا هذا الافضل مبيعا عندنا بالسوشي هذا لازم ندوقه هذا لانه ياخذ سفري حتى عقل ما يبي له اسالها بعد شوي اذا عجب واخذ سفري لان تحب السوشي مره ان شاء الله طيب هذه مخصوص طبعا هذه للاسف خلصت اليوم لانه الطلب عليها عالي شنو هي؟ بس هذه ان شاء الله زيارتك الجايه لازم تجربها هذه ستيك فريتو ستيك هذه اوه بلحمه التندرلوين طبعا فريش طازه محليه طبعا مشكله الواقيو ما الواقيو ما تضمنه صراحه انا ليش تكلمت عن مطعمكم لان اللي يبون اكل حلال يجون هنا عشان لا يدخل روحه في اشكال شرعي وياكله من مكان يعني ما شلون صاير يعني هذه اللحمه الطيبه هذه كلها بلدي وحلال 100% وطازه هذا الشيء اللي نفقده في الحسن الحسن ما عندنا هالشيء يعني اذا بيجيب لك ما يجيب لك من هنا يروح يجيب لك استرالي ولا يجيب لك واجيو لا لا مستحيل هذا ما طبعا في عندنا بعد هذا اللي هذا اللي يميز مناطقكم انا ليش انا احب مطاعمكم لان كلها اكل حلال متاكد 100% هذا السوشي تايجر رول بعد حلو. هذا من الافضل نبي يعني يتنافس مع البلو كاليفورنيا لا لا بخلي المدام تختار لها واحد هذا لها هذا مسكت هذا شوف اذا ينوخ السفري باخذ لها خلي تجربه وهي راحت شير الشيء انا ترى اكلت شوي خلصت لك الان ولا اوكي في عندك هذا بعد من السوشي من اطباق السوشي المميزه عندنا الكرنشي كاني ماكي
حلو. يجي باللون الاحمر وفي معه كراب وربيان. طبعا الكراب عشان لا تقول حلال حلال او حرام، الكراب اللي عندنا يعتبر قابل للاكل، بس طبعا ما هو طبيعي يعني 100%. ايه فاهم عليك، يعني يكون نباتي او شيء. نباتي ايوه، يعني انه يكون عادي ان اي شخص يعني ياكله. حلو ممتاز. ايوه على قولتهم تشوفوا تدورون لكم حل. ايوه نشوف حل. ايوه ما نتمنى ما تحرمونه. ايه وهذا السبايسي دايناميت سالمون طبعا من افضل مبيعين بعد، اللي يحب السالمون. كل هذا السوشي الحين. ايه سوشي هذا طبعا شيء عندنا حول 20 نوع سوشي ما شاء الله. ايه في لسه بعد على الماكي. شنو هذا الماكي؟ ماكي رول بعد عندنا بالمانجو. نفس السوشي صح؟ ايه بس كل واحد لكن يختلف مكوناته من داخل ومن برا وخلطته. زين في عندنا سوشي طبعا ربيان، دجاج، سمك. العصائر طبعا عصير الجح عندنا الافضل مبيعا، عصير جح طبيعي 100%. طبعا اللي يميزنا طريقه تحضيره، انه ما يكون ماهي، ما يكون حالي زياده، ما يكون فيه اضافات، لا يعني يجيك مجمد وحالي وما هو ماهي وبدون اي اضافات. واحد سفري خليهم يجهزون واحد سفري بعد شاء. الطلب ان شاء الله عشان اجزر عليه في الخط. عندنا طبعا انواع الموهيتو والاصيات الطبيعيه. اي عندنا انواع الميلك شيك اذا عندك اطفال ولا شيء مثلا. لا ما شاء الله على قولتهم تخلون الواحد ما يحتاج يروح محل ثاني. الحمد لله هذا الزين. الله يخليك. طبعا عندنا القهوه المختصه، عندنا في 60، عندنا الكيمكس، عندنا الكورتادو. وطبعا نتعامل مع افضل المحامص محليا. اها وعندنا محاصيل كولومبيا، اثيوبيا، ما شاء الله. فشغالين في القهوه المختصه بعد يعني. واحنا اساسا بدايتنا من 2013 فرعنا الاولي، بدايتنا قهوه وحلا كانت. فتطورت. ممتاز. آخر سنتين فتحنا الحين عاد نجي للحلا. حلويات طبعا هذه الحلويات كلها انتاج مطبخنا محلنا، يعني ما في شيء جاهز اللي صورته انا وبيعه، لا كل هذا انتاجنا من الصفر. يعني عندك هذه الدايناميت ايس كريم كيك، هذه الزبائن واجد يحبوها. هذا من الانواع المميزه عندنا. وفي عندك الافضل مبيعا الكرنشي تاور، هذا حبيبه الكل. اوه مبين شكلها رهيب. هذه من انتاجهم طبعا. زين الحين نروح للكيتو، قائمه الكيتو. اوكي يلا. عندنا طبقين كيتو معروفين، وترى اي طبق من هذول تقدر تحوله كيتو. اقدر احوله بس الرز. بس طبعا انا المدرب لازم اكون موجود عشان الله يعافيك. الله يخليك. طبعا الكيتو هذا الكيتو سالمون طبعا، بس هذا طبعا مضيوف مع رز. تعرف اللي يسوي الكيتو ما 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 في كيتو، في لو كارب. اللي لو كارب يختار هذا. ممتاز بالضبط. الطبق الثاني معلش عشان في عندك بعد الستيك، ونفس الطبق اللي طلبته انت اقدر اخلي له كيتو بس بدون صوص. لا حطي انا شفته هذا. بس حبيتنا نختار هذه الانواع عشان تغيير. والله صراحه مطعم مسكت ونتمنى ان نشوف هالشيء في الحسا، بس عاد ما يخالف على المستقبل. الله يرحم والديك ان شاء الله. الشرف لنا تدورونا. نشكرك حبيبي على هالشرح الوافي والكافي. والحين طبعا بطلع معاي بطبقين، لان صراحه الاكل اللي اخذته عجيب، لازم اجرب شيء ثاني. انا الشيء اللي شجعني لان انت قلت لي ان في عندكم ثلاثه شيفات وكل واحد يتميز بشيء، فانا احب اذا رحت مع الاكل النخبه فباخذ من عندك بقيه النخبه ان شاء الله. يلا يعطيكم العافيه شباب. كم رقم المطعم بس بعد اذنك؟ رقم التليفون المطعم بس. ابي كرت للمطعم على اساس التواصل، ما التواصل، لوكيشن ما لوكيشن. انا لوكيشن برسله بس ابي رقم التليفون للحجوزات قصدي. ولا خلاص بنخليه في التعليقات تحت. خلاص يلا يعطيكم العافيه. هذا المطعم وصراحة ننهي الفيديو الحين. الله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.